بياخدوا من فرنسا ومن مصر. نرجع لكم مشاهدينا مرة تانية، واسمحوا لنا قبل ما نبدأ مع بعض فقرة الصحافة اللي هنتابع فيها ونحلل أهم وأبرز العناوين اللي ركزت عليها صحف اليوم. هنتابع أول يوم دراسي في الجامعات المصرية، طبعا هيكون في أول سنة جامعة، وهيكون في الطلبة اللي أوريدي في الجامعة وبيبتدوا أول يوم للدراسة. هننتقل دلوقتي لايف فيو لمراسلنا محمد مجدي من داخل حرم جامعة القاهرة. صباح الورد يا محمد وأهلا بيك، وأوصف لنا أجواء أول يوم دراسة داخل جامعة القاهرة. صباح الخير عليك، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. تبدأ الجامعات المصرية باستقبال 2.5 مليون طالب في أول أيام الدراسة للجامعات المصرية، والذي حددته المجلس الأعلى للجامعات، والذي يترأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعدما تأكد من أن البنايات المتواجدة بالجامعة ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد. ومعنا في ضيافتنا الدكتور محمد عثمان الخشد رئيس جامعة القاهرة لمعرفة استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة. بداية بنرحب بيك على شاشة وبالسادة المشاهدين وبأبنائنا الطلاب. عايزين نعرف من حضرتك، كلمنا ساعات الجامعة لاستقبال الطلاب في أولى أيام الدراسة اليوم. استقبال طلاب سنة أولى من أول لحظة لقدومهم الجامعة لأول مرة. كان قبل كده بيتم استقبال الطلاب في الكليات، لا احنا بنستقبلهم من لحظة الكشف الطبي في مستشفى الطلبة. عاملين نظام ان هم يبقوا زي النظام كده الاجنبي، يجي يقعد في منطقة انتظار، يتنادى على اسمه ويبتدي يتحرك، بحيث ما يبقاش فيه طوابير، ما يبقاش فيه تكدس. كل كلية من الكليات حاضرة بمجموعة من الطلاب والأساتذة والموظفين عشان يستقبلوا طلاب الكلية نفسها ويشيلوا حاجز الرهبة الأولاني اللي بيبقى جاي لأي شخص رايح مكان جديد، ويعرفوهم بخدمات الكلية وبمكوناتها وبأقسامها وبإجراءات الكشف الطبي. فإحنا بنستقبل الطلاب من فترة مبكرة جدا، من أول إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وبعد كده في استقبال في الكليات. أنا عملت اجتماعات مع مديري عام رعاية الشباب في كل الكليات والسادة العمدة والسادة الوكلاء، بحيث يبقى الطالب جاي حاسس إن ده مكانه، كل حاجة وكل معلومة متاحة قدامه، في حد بيرشده بيقف جنبه، كمان بيقولوا له لو هو طالب من غير القادرين بيقولوا له ممكن يستفيد من التكافل الاجتماعي في الجامعة إزاي. كان في النهارده إيفنت جديد هيحصل، لا النهارده كان في إيفنت جديد هيحصل اللي هو موضوع تحية العلم بالجامعه. بالظبط، احنا بقى كلمنا ده ايه سببه. انا هقول لك بقى، يعني اولا احنا بدون مصر ولا حاجه، ومصر هي ايه غير ولادها؟ فارتباط المصري بوطنه دي حاجه في عروقه وفي دمه، بس احنا عايزين نحيي ده من خلال مظاهر تؤكد هذا الارتباط الوطني نحو مصر ونحو شعبها ونحو ارضها. فتحيه العلم دي مساله بتعيد تجديد الروابط اللي هي اساسا قويه جوانا كلنا، بس محتاجينها ايه تخرج. فاحنا النهارده من اهم مظاهر احتفالات جامعه القاهره تحيه العلم والاغاني الوطنيه. لاحظ كمان معايا، انت سامع اي اغنيه دون المستوى؟ لا 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 بصراحه. هل سامع اي اغنيه جنب مدرج؟ لا لا، ده في نطاق بعيد عن المحاضرات والمدرجات. الاغاني الوطنيه، الارتقاء بالذوق الفني العام للطلاب، دي مساله مهمه جدا. ايضا لو انت شايف برضو ملاحظ الجامعه من الداخل او من السور الخارجي، انت شايف الجامعه الحمد لله منوره. في تجديدات؟ ما في تجديدات طبعا في وقت قصير عملناها لكل شيء، وطبعا دي التجديدات اللي هي بتخش في النطاق السريع اللي هي استقبال العام الدراسي. لكن احنا شكلنا لجنه على اعلى مستوى لتطوير الحرم الجامعي. كلمه لابنائك الطلاب الجدد والقدامى في اول ايام الدراسه من هذا العام. انا بقول لابنائنا الطلاب انتم ولادنا، ولان انا ابني في الجامعه بس مش في جامعه القاهره، وبناتي في الثانويه العامه، فانا حاسس بيهم وحاسس باولياء الامور، وبقول لهم احنا اهلكم، احنا في مساعدتكم، لو لقيتوا اي حاجه مش عاجباكم انتم بتتوجهوا للمسؤول على طول وهو هيساعدكم. احنا قدمنا تيسيرات كثيرة جدا السنة دي، احنا تحملنا فروق اكتر من 52 مليون جنيه عشان ندفع فرق السعر بين السعر القديم
لطلاب المدن والسعر الجديد. انا عايز اقول للطلاب انتوا هتشهدوا عام دراسي غير مسبوق في انتظام العمليات التعليميه، انتم مطالبين بالحفاظ على قدسيه الحرم الجامعي، بقول لهم ده حرم جامعي، يعني انت مفروض عليك تقاليد واعراف غير بره السور، عشان كده اسمه الحرم الجامعي. ولادنا احنا هنساعدهم بكل ما نملك، احنا كمان في خلال شهور هيلاقوا فروع حقيقيه، لان احنا دلوقتي بنتحول من النظام المركزي للنظام اللامركزي. فالنظام اللامركزي ده هيساعد كتير جدا في الاجراءات، هنشتغل كويس قوي على فكره الشباك الواحد عشان الطالب ما يقفش على 20 شباك، طبعا ده لسه موجود واحنا محتاجين طبعا وقت. كمان احنا ابتدينا في مساله تحويل الجامعه لجامعه ذكيه، وده بدانا فيه بالمدن، طبقنا نظام جديد للقبول ونظام للدفع، الدفع هيبقى دفع كله الكتروني، مفيش ايصال بقى والنظام القديم والطوابير والكلام ده، يعني حتى لو طالب معهوش فلوس ووالده مثلا في اسيوط هيقدر يدفع له من هناك بالمكنه. يعني اكيد مجهودات، نتمنى حضرتك التوفيق في اول ايام الدراسه من هذا العام. شكرا جزيلا دكتور محمد الخشت رئيس جامعه القاهره، وايضا معنا احد الطلاب القدامى الذين يقومون باستقبال الطلاب الجدد. بالطبع بيكون اول يوم صعب شويه على اي طالب جديد في الجامعه. عرفيه بنفسك. سالي سامح، نائب منسق مبادره جيل الثالث. فرقة ايه؟ الفرقة الثالثة كلية اعلام اذاعة وتلفزيون. كلمينا كده عن المبادرة اللي بتعملوها لاستقبال الطلاب الجدد اليوم. احنا مبادرة الجيل الثالث عبارة عن المخرجين قدامى برضو في الانشطة والطلاب. هدفنا الاول هو استقبال الطلاب المستجدين وتطويرهم، لان ده هدفنا اساسا. دور الاعلام اكيد. بالظبط. كمان فكرة العطاء، احنا كل همنا ان احنا ندي لهم كل حاجه احنا عاوزينها من خدمات وانشطه ودورات تدريبيه، حتى الرحلات الترفيهيه ده مهم بالنسبه لنا جدا. احنا مبادره مستقله، احنا مش حد بيمولنا ولا حاجه، لكن الجامعه هي اللي رعيانا. من خلال وجودكم النهارده في اولى ايام الدراسه، ايه اللي حسيتوه للطلبه اللي جايين الاوائل النهارده، هل اللي هم الجدد يعني، هل في عندهم قلق خوف؟ اول يوم في الجامعه بيكون في رهبه للطالب، وده كلنا مرينا بيه، بس الطلبه جايه مبسوطه، هي مرحله جديده بالنسبه لهم، فهم متحمسين جدا، هم قلقانين شويه لكن في تحمس في عيونهم وعايزين يعملوا حاجات كتير، ومش بس يقتصروا على الانشطه او الدراسه الاكاديميه، لكن كمان مهم جدا بالنسبه لهم التطوير الذاتي. يعني ايه اول حاجه بتقوليها لو شفت طالب جديد او طالبه، بتقولي لهم ايه في اول ما تشوفيهم على طول هم لسه داخلين من الباب يقولوا طازه كده؟ بقول لهم الجامعه احلى ايام حياتكم، لو ما استفدتوش بكل وقت فيها سواء اكاديمي او تطوير لنفسك عمرك ما تستفاد بعد كده، لان دي اول خطوه مسؤوليه في حياتك فعلا. شكرا لك يا سالي. استاذه ممكن تعرفيه بنفسك؟ ايمان محمد، الفرقه الثالثه كليه صيدله. طيب انت برضو بتقومي بمبادره استقبال الطلاب الجدد صح؟ ايوه تمام. انا الكليه بتاعتي الاستقبال بتاعها بكره ان شاء الله، فانا جايه النهارده تبع رعايه الشباب بتاعت الجامعه علشان اعرف الطلاب الجداد اللي هم لسه جايين، لان انا كنت زيهم في يوم من الايام وبرده حصل معايا كده، لقيت ناس جت استقبلتني فوصلت للي انا فيه دلوقتي، فانا جايه اعرفهم ان الجامعه احسن ايام حياتنا بس علشان خاطر الحاجات الانشطه اللي احنا بنعملها، اما احنا لو استغليناها في تعليم بس زي ما ثانوي او اعدادي او كده هتكون سنه دراسيه زي اي سنه، بس هي الفرق بين المدارس والجامعه الانشطه اللي احنا بنعملها. طيب من وجهه نظرك لما بتستقبلي اي طالب جديد، ايه الشيء اللي بيكون قلقه او مخوفه في اول يوم؟ الشيء اللي مخوفه ان هو مش واخد على نظام المحاضرات، ان هو مش فاهم ازاي هيبقى في دكاتره، كان الاول اسمه مستر دلوقتي بقى دكتور، ففي فرق شاسع طبعا، مش عارف ازاي عايز يشترك، شايف عالم كبير وهو حاجه صغيره، فشايف ازاي انا هثبت نفسي في المكان اللي انا فيه، عايز يعرف ازاي هيخطط لمستقبله، في نفس الوقت مش عايز يضيع عمره، عايز يروح رحلاته وجاي متخيل ان هو في الجامعه وعايز يعيش اجمل ايام حياته، فاحنا بنحاول نعرفه ازاي يوفق بين الحاجات دي، ونعرفه ازاي يقدم في الانشطه الاجتماعيه، وفي ناس كتير هنا جواله وانشطه ثقافيه واجتماعيه جايه عشان تعرف نفسها وبتخلي الطلاب يشاركوا فيها وتعرفهم ازاي يشاركوا. كلمه تقوليها للطلاب الجدد اللي جايين النهارده؟ الف مبروك اولا على الكليه والجامعه، فعلا حلوه جدا، والف مبروك على جامعه القاهره مخصوص، هي حتى لو ما كانتش نمبر 1 في مصر بس هي ليها اسمها في اي مكان، لما بدخل بقول انا كليه صيدله جامعه القاهره دي بتبقى حاجه كبيره جدا. واهم حاجه ما نضيعش بس وقتنا في الدراسه بس، يعني انا في كليه صيدله والكليه بتاعتي صعبه جدا، بس في نفس الوقت انا بحضر حاجات كتير جدا وبنظم تبع وزاره الشباب والرياضه متوشه وعادي جدا، فيعني اعرفوا كتير وشاركوا في حاجات كتير هتتبسطوا اكتر. بالتوفيق ان شاء الله. طالبه جديده ولا؟ ايوه. شكلك لسه جاي اول يوم النهارده.
طيب قولي لي كده، ايه اللي قلقك وايه اللي عامل لك انبهار وايه اللي عامل لك خوف؟ قولي لي كده عن احساسك في اول يوم في دراسه في الجامعه. انت في جامعه ايه او داخله جامعه ايه؟ انا اداب. سوري، كليه. كليه اداب لغات شرقيه، قسم لغات شرقيه. طب كلميني كده عن شعورك في اول يوم دراسه بالجامعه. لا عادي جدا، ما فيش اي حاجه ولا رهبه ولا اي حاجه زي ما هم بيقولوا. يعني هو احنا مستنيين اصلا الدكتور عامله يعني اسم الخشط، مستنيين يعني الفقرات اللي هو يعملها، وما فيش اي حاجه. يعني متوقع انك تشوفي ايه النهارده وانت جايه في اول يوم؟ احنا مستنيين يعني الاقسام الاكبر، الفقرات اللي هتحصل، والاكبر مننا هيعملوا لنا. حد من الطلبه القدامى ساعدكم؟ ايوه. قال لكم ايه او وجهكم لايه؟ هو لسه لغايه دلوقتي يعني هم يعني عرفونا عن الانشطه اللي هنا والفقرات واللي احنا نتطوع معاهم والحاجات اللي هتحصل يعني الاربع سنين. يعني انت معاكي طلبه من الثانويه العامه معاكي، ولا انت حاسه ان انت جايه وحيده كده؟ لا حتى انا برضه يعني انا مش معايا كتير الصراحه، بس لقيت يعني تقبل منهم يعني ان نتعرف على بعض. كلمه اخيره تقوليها لكل الطلبه اللي زيك اول يوم ليهم النهارده دراسه في جامعه القاهره. ما قلتش حاجة ولا ايه؟ مش عارف. ألف مبروك. شكرا جزيلا، كنا معكم من قلب جامعة القاهرة، ننقل لكم أولى أيام الدراسة. شكرا طيب للمتابعة، عودة مرة أخرى إلى الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد مجدي من داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة.